لا الحلقات لا. بسم الله، نحن الآن في الشهيد إن شاء الله من الأماكن الجميلة في الصيد. ايه قطعت بس قال لي خلاص شباك ما في فايده. الصيد بالطعم الحية زي ما انتم شايفين، السمكة دي اسمها جاس، حطيت لها سنين، مصفر 30. مصفر 30 يجيب يعني. دلوقتي انا هرمي رمي تاد بسلماني، بنص سلماني. هات كده سلمانية عندك اهي، طبعا دي قديمة زي ما انتم شايفين من عينها باينة اهي. تيجي هنا كده، طبعا السن يعني طول الصوبة كده، سن كبير شوية كده اهو. انا هشيل رصة يعني هاخد كده بس والف. وكده نيجي على الحتة اللي انا عايز اشيلها. المصفر ده اعمل خيط كده، ممكن بالنايلون وممكن بالمصفر يعني حسب اللي معاك، ممكن نايلون 80 كده يعني. اصحاب عدين الخيط كده يبقى بالشكل ده. طبعا السمك الكبير ما بيهموش الكلام ده يعني، الناس بتقول لك السمن باين، السمكه الكبيره بتخش تبلع الكلام ده كله. وانت لما بتبقى رامي رميه زي كده بتبقى مستهدف السمك الكبير اكيد يعني، مش هترمي مع الصغير. الرصاصه ننتظر بقى ربنا يسهل. هنا انا حاطط سلمانية من غير رصة ورامي شكسبير اجل ستيك، نايلون 80، تحتيه بريد 40 امريكي، الماكينة بن 8500، لا دي 6500، بين سبين فيشر 6500. هنا البايلوت وعلى الشمال والالتجرا، وحاطط حبتين سردين كاملين ضفيرة من سنين منتظرين الفجر، منتظرين السمك ياكل. هنا الماكينة دي فيرتس 5000، عليها بريد سوفكس أمريكي، فيرتس 5000 اسمه. وعليها بريد 20 ال بي امريكي، القصبة بن 2 متر 54، ورميها بمصفر، رامي على رامي سمك الجاس حية. منتظرين بقى ربنا يسهل. كيف الاحوال يا استاذ سعد؟ الحمد لله. ها طمنا كده. خير والله. ايه الاخبار؟ معدات ما شاء الله. البراد القديم موجود يا حسن، تبغاه؟
ولا حطب ليش يا سعد؟ كابتن مالك لا ما نبغى الفحم، خلي الفحم للشوي بس. فحم فين يا زعيم؟ ايوه دي الثلاجة الزرقاء. في سردين، في عندك كذا نوع. طبعا هلا الله يسعدك ان شاء الله. هذا من فين؟ مديرة؟ حطه في اليوتيوب. الله يكرمك، الف شكر على الهدية الحلوة دي، تسلم ايدك. مديرة ده؟ اي ديرة؟ اخذتها دوبي صدت من البحر من هنا. دوبي قطع صدت من البحر. انت شايف ان كده صح؟ انت اكيد رايك اكيد غلط، بس انا كده على السريع يعني. ليش ما ينفعش كده؟ الطريقه غلط كده. هي لو طريقه ندخلها من خيشوم، ندخلها من اي مكان معروف. ماشي، اللي انت كده عامله ده خليها دي طريقه غير صحيحه. ارمي دي الرميه ديت ونخش بعد كده نطعم طعمه تاني. ده كده السردينتين اللي انا هطعمهم. ماشي، انا عشان عارف ان انا هطعم سردين وانا بربط سبت حته طويله شويه. ليه؟ عشان الحرف هنا ما يبقاش حامي وانا بعديه من عند السردينه يقطع في اللحم. انا عايزه يبقى طويل كده، يبقى انا سهل اتحكم فيه. يبقى كده هجيب السردينه بتاعتي اهي. في كذا طريقه للطعم، انا هطعم الطريقه دي عشان عايزها سليمه. هعديها من هنا كده واسحبها كده. ماشي، وهردها تاني، هلف السن وبيته في اللحم. انا هنا بعتمد على ايه؟ انا عايز السمكة اللي بتبلع. هنعمل ضفيرة سنين، واحد طويل وواحد قصير. السن اهو تاني عامله بنفس الحركة. حجم السن تقريبا عقلة الصوبة. بنتكلم في زي مقاس واحد فرنساوي او نرويجي. وعدي من عند العين اهو، طلعت اهو، اسحب الف ورد. بعند السردينه سليمه كده على الارض. الطعمه دي انا عاملها مستهدف بس السمكه اللي بتبلع، بياضه شعفن هاموره اي شيء يبلع. فهي اما تبلع اصلا مع الشكه بتاعتي على طول السن يمسك فيه. نرجع بقى لايه سعد، نشوف وصل لحد فين. طبعا استخدام هو ده اسمه ايه عندنا؟ اسمه بوري يعني. هو ده طبعا بيستخدمه عشان يسرع ان النار تولع بسرعه يعني. يعني خلاص النار مولعه ممكن يسيبها براحتها يعني، بس هو محتاج ان هي تولعها بسرعه، فبيسلط عليها الغاز ده بحيث تولع بسرعه. طبعا ديت سمكة الغاص اللي احنا كنا رامينها حية. انا سحبت لان انا راميها من المغرب، يعني ممكن من ساعة ونص ولا دخل على ساعتين. السنين زي ما هم اهو، سلكهم بس. السمكة ماتت وما فيش اي شيء ضرب عليها. طيب هنعمل ايه؟ هشيل الراس واطعمها تاني وانزلها. طب ليه بنشيل الراس؟ عشان ريحة السمكة تطلع تشجع السمكة ان هي تاكل اسرع، غير اما تبقى انت سايبها كامله كده بدون اي جروح او كده، يعني ريحتها بتكون اقل شويه. فانا هشيل الراس بحيث اسرع ان هي سمكه تاكلها. انا الوش اللي كنت عامله فرد اهو، وواحد ثلاثي متحرك. هسيبهم زي ما هم مش مشكله. هناخد الفرد هنا كده كده كده
واخد المتحرك هنا بالشكل ده، وهعمل خية هنا، خية كدابة هنا. ولا بلاش الخية عشان ما نبوظش المصفر. هغير النظام، هشيل ده واشيل ده، هعدي دي كده، هعدي من الناحية التانية، واخد السن هنا كده كده. وهنيجي هنا كده وناخد من هنا. يبقى المهم بالنسبة لي ان هي تبقى مفرودة كده بالشكل ده لما ارمي، عشان لما سمكة تبلع تبلع كامل يبقى مظبوط معاها. يلا نسمي اللون نرمي. بسم الله. بسم الله وارمي. الله ليك حبيبي، ماشي ما ارمي في اي حته. ان شاء الله هرمي بياض او هموره او شعفه. انت عايز شعفن؟ ونستمتع بقى بالسحب. بقى هننتظر ان شاء الله، يا رب نسمع صوت بقى مكينة من المكاين دي كلها كلهم محطوطين. معايا سنين بنايلون. طيب هنحطهم ازاي لما يكونوا سنين بالشكل ده؟ حتة الخيط دي انا قصدي اطولها عشان ما تقطعش في لحم السمك، تبقى طويلة كده. هنعدي السن الاول اهو كده. تعملها بقى في اي ايه، اي نوع سمك. ممكن السن التاني ناخده الناحية التانية، يعني مش شرط ناخده في نفس الاتجاه، ممكن ناخده الناحية التانية. ممكن السن تلمه كده جوه اللحم، تغطسه جوه اللحم وترد بيه. بس انا عندي السن مش هيطول شوية، هخلي ده كده. وهنيجي هنا كده نعمل خيه كده بقى هنا كده، نرمي بالشكل. ممكن نشيل شوية من الديل ده. سن هنا سن هنا، خية خيط بتاع 80. يلا بينا نرمي. نحط رصاصة متأكد الدراج أهم شيء، وبعدين نجيب الحديدة بتاعتنا ونثبت الأصل. في فتحة اهي ممكن نثبت فيها. ان شاء الله كوباية شاي. ايه الشاي على الفحم. احنا حاليا عايزين طعم حية، فجبت سلماني، حتة سلماني صغيرة وسن صغير، واشك كده وابدأ ايه استضع الشعور الصغير والقاص الصغير وكده، انواع دي يعني. اي اسماك صغيرة تنفع ليه كطعم حي. يلا بينا. عامل انا سنين تحت رصاصة، والخيط اللي انا رابط بيه ده 25، والسن ده مقاس 7 صغير. هنرمي هنا قريب.
يلا اول حبه اهي. يلا خد ورس ارمي هنا في الشبكه. دي هنستخدمها كطعوم حي. عايز تسيبها صاحيه شويه هنا نجيب كمان حبتين ونروح سوا. ماشي. الصغيرة دي سهل انك تطلعها، المهم تنزل لها بالايه بالسن الصغير المناسب ليها. خد كمان واحدة حلو الحجم ده كويس. طبعا السن الصغير خيط الرفيع طعمها الصغيرة طول على طول، السمك الصغير ده طول على طول. وده الحجم الايه اللي يعتبر مناسب كحي، بس المشكله فين بقى؟ هنا انه خد السن جوه بطنه شويه. اسحبها على قد ما نقدر ونسلك. السن الصغير مشكلته في كده ان السمكه بتبلعه، ممكن تموت بسرعه. حد كل دي تنفع طعوم حية عادي خالص، المهم السن المناسب لحجم الايه الطعم. كده احنا معاك كام سمك؟ ست سمكات بمرة واحدة طعم، ولسه في طعم يعني لسه في. هغيره احط حتة كمان، هجرب احط حتة جمبري كده من اللي هو المملح. اكلة السمك الصغير ده حلو، بيسحب على طول. الحجم ده حلو يعني طول الصبح كده. يا الفقرة التانية مش هتبدأ ولا ايه؟ فقرة ايش؟ فقرة الشوي؟ اه شوية تبدأ. نبدأ بقى مرحلة التنظيف. طبعا ده شارينه من السوق. الدنيس من الاسماك الجميلة اللي مناسبة جدا للشوي، لان فيها طبق الدهن تحت في تحت لحمها وكده. انت ما تفتح كده ما شاء الله الدهن ده ايه حلو في الشوي. شايفين كله ده دهن، يعني ده دهن ما شاء الله بيبقى حلو يعني. طبعا هي بيبقى على جسمها نفسه طبق الدهن كده لذيذه يعني، هي اللي بتخليها ايه مناسبه جدا للشوي. مش متابعات يا احمد؟ عندي يا عم. اه بس مالك هنا كده تبلناه اهو. ان شاء الله بقى نخش على المرحله الصعبه بقى الشوي. ما شاء الله ما شاء الله الريحه بدات تطلع. ما شاء الله ما شاء الله. الله ما شاء الله. سنكوك هذا مال السنتوك. سنتوك سنتوك جبتنا من دينا. لا ما عليك. انا افكها بعلبه المويه ممكن. اي فتحها سمك.
اه مفيش سمك، هنعمل ايه؟ نعمل قهوة، نعمل شاي، ناكل نشرب. يلا بسم الله. قهوة تركي طبعا، النار حامية شوية بس يعني مفيش بديل، يعني لو خففت عن كده شوية بتنطفي. انا هنا الثلاث اصابات، ثلاث سنارات غيرتهم، صاحبي طلع اخطبوط، خدت الثلاث سنارات حطيت فيهم ثلاثة اخطبوط ورميتهم، في واحدة محطوط فيها سلمانية من غير راس، ومنتظرين بقى ان السمك يطلع ان شاء الله. مش حاسس بايه، مش شيء، بس كان سحر. بس خلاص بنك شوف خديته لاتش ازاي. سنين يا شيخ هتبهدلنا ليه؟ ده بنك اهو، ودول سنين، وحطيت فيهم اخطبوط، واحد خده لطش من تحته. البنك ده كله سفة ماشي، صعب في الاكل شوية، ليه طريقة بتعمل كفتة وبتاع، بس فيه يعني انا بالنسبة لي هعملها ارسال ان شاء الله للاسماك الكبيره دي كامله كده. شكلها حلو يعني التلازين ديت. بتحب السردين؟ تدخل على السردين حلو، كيف السردين ده. ان شاء الله دي اول سمكه هي معانا، ان شاء الله نكمل بقى، احنا الفجر اذن ان شاء الله يخش معانا بقى حته تانية ولا حاجه كده. احنا بدأنا كاستنج اهو، بدأ النهار يطلع، الساعة دلوقتي 6:50 زي ما انتوا شايفين، بدأ الجو يفتح شوية، مية صافية خالص والدنيا هادية والجو حلو، منتظرين بقى ان شاء الله الجو يفتح بس كده 10 دقايق كمان بحيث يبدأ البياض يدخل يعني. طبعا انا برمي كام رمية ماشي، ما بحاولش اجهد نفسي على الاخر يعني، كام رمية يمين وشمال وفوق وتحت وكده، الدنيا هادية خلاص بنتظر شوية. ليه؟ عشان لو حصل ضرب ولا حصل اي حاجة في اي لحظة ما بقاش انا خلصان يعني، فبوفر مجهودي كل شوية كده، اريح سنة ارميلي كام رمية وريح 5 دقايق مثلا، 5 دقايق دولت براقب فيهم المية، بص يمين شمال اشوف في اصحابي اللي بيصطادوا حواليا، هل طلعوا سمك ماشي معاهم، ضربت مع حد كده يعني، طب لو ضربت مع حد اشوفه بيصطاد بايه، برابلة ولا ججاية ولا ريشة ولا ايه الوضع، وبناء عليه ابدأ اغير واشتغل. على ميك ارفع بالراحه 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 بالراحه، ارفع وش القصب، ارفع وش القصب بس، الله ينور. الله الله الله، ها يابها من ودانها. ايوه كانت معايا هنا دي التايجر، اهي كانت معايا هنا، دي ترابلات صيني موجوده عندي، الحبه ب15 ريال، في 7 الوان، شغاله ما شاء الله حلوه. سلك يا معلم، يلا صور بالسمكه بتاعتك، تعالى هنا. الله ينور كابتن مالك، وحش سلك بقى وهتعورك. ها
خد. ها ضرب 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 ضرب. خد يا ملك تعالى جنبي، اوعى تعور ايدك بس. محتاج تسرع شويه، محتاج تسرع شويه، لازم تخلي الفرد ترتش على وش الميه عشان يفتكروا ان الايه الريشه دي سردينه ورا، انما البطء ده محتاج تسرعه شويه. اسرع يعني؟ اه آسف غلط كده، انت كده معناه ان انت مش باصص للسمارة، عمرك ما تكون باصص لها وتوصل لحد ما تخبط في الحلقة. جو بهدلة شوية، بس انا دلوقتي جربت بالفارة غاطس بريشة غاطس يعني، بس ما اشتغلتش معايا انا، هما جربوا فرع عايم ما اشتغلتش معاهم. مالك جرب برابلة مسكت معاه خد بياضة. حاليا في سرب سردين بيضرب حواليه سمك احجامهم مش كبيرة، بس شكل السردين هو اللي حجمه صغير، فكده الريشة تعتبر حجمها كبير عليه. احنا كده خلصنا الصيد، خلاص لمينا العدة بقى وكل حاجة، وخدنا الحاجات الفاضية بتاعتنا اللي استخدمناها وكده، نرميها في اقرب سلة زبالة بقى ان شاء الله. احنا كده نتوقع الله هنمشي. الساعة دلوقتي 8 صباحا، احنا هنا موجودين من الساعة 5 المغرب امبارح يعني. كل اللي طلعنا بيه هي سحبة، زميلي جات له سحبة وقطعت الرابلة معاه، تقريبا كان باراكودا كبيرة. خدنا برضو مالك خد بياضة حوالي نص كيلو، انا خدت بنك دخلت على دخلت على الاخطبوط، حاجه غريبه، هي المفروض تخش على السردين تخش على الجمبري كده يعني. يعني انبسطنا طبعا، اتعشينا بقى والناس وجبوا معانا بقى، واخد بالك الجو حلو ده. يلا شكرا ليكم على المتابعه، ما تنسوش سبسكرايب لايك شير. السلام عليكم.